إنها العاصفة الأولى من نوعها لهذا العام، وهي محملة بالخيرات والأمطار والثلوج أيضاً. فماذا في تفاصيل المنخفض الجوي المكتمل العناصر والذي سيؤثر على لبنان في الساعات المقبلة؟ تابعوا التفاصيل. يعطيكم العافية بهذا الفيديو، حبيت أعملكم نشرة جوية سريعة عن الأيام 4-5 المقبلة. بالنسبة لنهار اليوم الثلاثة، من المتوقع أنه خلال فترات بعد الظهر يتقلب الطقس بين صحو واحتمال الأمطار، احتمال تساقط أمطار. من بعد التقلبات الجوية الضعيفة المتوقعة اليوم بعد الظهر، بيرجع بيروح الطقس من جديد مساء إلى الاستقرار، بكفي الاستقرار نهار الأربعاء أيضا. بالنسبة لنهار الخميس، بدءا من ساعات الظهر وما بعد، منخفض جوي رح يبلش يأثر على لبنان. هذا المنخفض رح يكون جيد الفعالية، بيؤدي إلى طقس شتوي عاصف نسبيا، مع اشتداد بسرعة الرياح يلي بتوصل بين 60 و70 كيلومتر بالساعة. أمطار بتكون شاملة إجمالا، أيضا بعض المناطق بتشهد أمطار بتكون غزيرة مع عواصف رعدية ومع تساقط، بترافق مع تساقط لحبات البرد. هذا المنخفض بيستمر لغاية مساء نهار السبت، قبل ما يرجع يتحول طقس إلى مستقر كليا نهار الأحد من الأسبوع القادم. بالنسبة لدرجات الحرارة، أكيد من المتوقع أنه تنخفض بشكل تدريجي بدءا من اليوم وبالأيام المقبلة، تتصير باردة نسبيا نهار الخميس أو نهار الجمعة ونهار السبت. بالنسبة لتساقط الثلوج، أكيد في كثير منكم ناطر أخبار عن مستوى تساقط الثلوج. بالنسبة لنهار الخميس، الثلوج بتبلش تتساقط على 1300 متر بعد الظهر، 2300 متر، ومن بعد نهار الجمعة مع تدني بدرجات الحرارة الثلوج كمان تدنى لغاية 2000 متر، على أنه نهار السبت خاصة ساعات الصباح وقبل الظهر من المتوقع أنه الثلوج تنزل ما دون عتبة 2000 متر، يعني بتلامس 1800 متر حسب أكيد آخر التوقعات يلي هي اليوم. هذا المنخفض اللي هو بيؤدي إلى اضطراب جوي، من المتوقع أنه ينكفئ تدريجيا نهار السبت عشية نحو الداخل، والطقس بيعود إلى الاستقرار التام نهار الأحد. وأنتم أيها المشاهدون، ماذا تعتقدون؟ هل سيكون شتاء 2023 مليئا بالعواصف؟ وما هي خططكم لمواجهة البرد القارص؟ سنتابع إجاباتكم في التعليقات.